السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج كلام في الكورة. وحشتوني طبعا، والله وبستنى كمان اليوم عشان خاطر أصور لكم فيديو كمان عشان خاطر أتواصل معاكم أكتر وأكتر. طيب، إحنا عندنا النهاردة حبة أخبار حلوة، وهنبتدي طبعا بأخبار النادي الأهلي. أخبار النادي الأهلي النهارده، النادي الأهلي بيستأنف تدريباته بعد عودة المدرب كولر من الأجازة، واللاعبين كان في عدد كبير من اللاعبين بتعمل عمرة رجعوا النهارده وامبارح والنهارده إن شاء الله، النهارده الحمد لله هم كلهم في تدريبات. عندنا في إصابات، عندنا محمود متولي إصابة في المنتخب لسه هيقعد شوية، وعندنا محمد عبد المنعم ما كان عامل عملية في أنفه، ويعني هما دلوقتي محمد عبد المنعم بيجري بس حوالين الملعب، وأيمن أشرف إصابة، فإحنا عندنا خط الدفاع معظمه مش موجود. فالأهلي بيصعد حاليا ناشئين أو لعيبة من الفرقة الناشئين عشان خاطر يسدوا مع الفريق فوق مكان اللاعبين اللي مصابين، وإن شاء الله يعودوا في أسرع وقت. عندنا تاني، عندنا في لعيب اسمه احمد اشرف. احمد اشرف ده لعيب في لعيب من ناشئين النادي الاهلي. احمد اشرف لعيب وسط. احمد اشرف ده انتظروا الاسم دوت، هيسمع وبقوه كبيره جدا، لعيب محترم جدا، ولو خد فرصه هيثبت نفسه بطريقه لعيب هايل صغير، بس ان شاء الله افتكروا الاسم ده بعدين، وان شاء الله هيبقى من اللاعبين المهمين في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. طيب، عندنا ايه تاني؟ عندنا بقى موضوع انا شايله عشان نتكلم فيه مع بعض شويه، بس هخليه في الاخر خلاص، هو موضوع كده ملعبك شويه، وموضوع عبد الله السعيد، بس ده هنخليه في الاخر. طيب، عندنا بقى ايه تاني؟ عندنا عوده اليو ديانج من الاصابه. اليو ديانج طبعا كلنا عارفين ان هو كان مصاب الفتره الاخيره، فهو رجع النهارده الحمد لله، النهارده بيعمل بس كده بيلف في التراك يعني، مش تمرينات، بيلف بس يعني. وبعدين الراجل كمان عمل حبة تصريحات، هو الراجل بيقول ان انا كان عندي عروض كتيرة جدا جايالي من بره، وانا نفسي احترف في نادي كبير في اوروبا، بس طبعا برضو اللعب في كاس العالم ده وضع مختلف، واللعب في النادي الاهلي وضع مختلف، وربنا يكرمه. هو ديانج يستحق بصراحة، ديانج لعيب كبير ويستحق ان هو يكون في اكبر الانديه في اوروبا، هو حاليا في اكبر نادي في افريقيا، فالخطوه اللي بعد كده ديانج باذن الله اكبر انديه في اوروبا باذن الله، لان هو فعلا يستحق كده. طيب، وعندنا ايه تاني؟ عندنا النهارده عوده بيرستاو. بيرستاو عامل لوك جديد يا جماعه، وشكله كده باذن الله هيتغير. فانا من اشد المعجبين اصلا ببيرستاو، انا مش عارف الناس ازاي كانت بتحكم على بيرستاو ان هو لعيب مش كويس. ميكيسوني مثلا، ميكيسوني اللي ماشي ده ممكن نقول عليه هو كان كويس، بس برده مش بتاع النادي الاهلي، بس بيرستاو لعيب مختلف بصراحه. انا عن نفسي بيرستاو في سرعته كده ومهارته والحاجات دي كلها، انا مش شايف حد شبهه في الدوري المصري خالص. هو لسه بس ما خدش كتير يعني، بس اتفرجوا عليه لما ياخد كتير يعني، لما ياخد ماتشات كده كتير اتفرجوا على بيرستاو ده هيبقى عامل ازاي. طيب، وعندنا اخر حاجه بقى للنادي الاهلي، عندنا اللي هو الاهلي ان شاء الله هيبدا المباريات بتاعته يوم 27/11، هيلاعب نادي المقاولين في كاس مصر في ربع النهائي كاس مصر اللي هو اللي فات، فان شاء الله تبقى عوده قويه للنادي الاهلي، ونستفاد باذن الله من فتره التوقف ديت، واللعيبه اللي رجعت من المنتخب ما تزعلوش، انتوا كويسين مش وحشين، انتوا بس الفكره ان في حد مكانك في المنتخب هيأدي دلوقتي احسن شويه، فانت يا ريت تدعم المنتخب، كلنا ندعم المنتخب ليه؟ لان باذن الله المرحله اللي جايه دي لازم بقى نوصل كاس عالم ونوصل افريقيا، احنا مش قليلين برضو، احنا عندنا لعيبه كبيره، عندنا واحد زي محمد صلاح ده من اكبر لعيبه اوروبا، انت عندنا واحد زي محمد النني ان شاء الله، لعيب زي محمد النني دوت في التزام وفي اخلاقه وفي كل حاجه، لعيب كبير محمد النني مش واخد حقه بصراحه يعني، انا بتكلم بصراحه جدا، محمد النني مش واخد حقه، محمد النني لعيب استمراريه في نادي ارسنال يعني من اكبر انديه العالم للفتره دي كلها، فدي حاجه تثبت ان هو لعيب كبير، لعيب مش صغير، ولعيب عنده الفكر بتاعه كمان مش فكر حد صغير، لا عنده التزام صح، عنده التدريبات صح، عنده كل حاجه صح، فربنا يوفقه ان شاء الله، ونشوفه كده كابتن نادي ارسنال في يوم من الايام يا رب. طيب، عندنا بقى
مواضيع تاني عندنا. اخبار نادي الزمالك، اخبار نادي الزمالك النهارده، نادي الزمالك بيعود للتدريبات من بعد فتره التوقف، وفيريرا صحيح ما سافرش، فيريرا هو راجل بيحب البلد دي بصراحه. انا عن نفسي لو لقيت حد زي جمهور الزمالك يشجعني ويدعمني وهو ما عملش حاجه، فانا طبعا لازم ما امشيش. فانا هو الراجل معظمينه ومكبرينه زياده عن اللزوم، هو ما عملش لسه حاجه، هو خد ايه؟ عمل ايه يعني؟ معلش عمل ايه؟ ما عملش. فاحنا هندعم برضو نادي الزمالك، بس عايزين نقف عند الحاجات اللي هي ايه، اللي هي ما ينفعش تعدي. يعني ما ينفعش انا اسمع حاجه زي مثلا فيريرا احسن لعيب، احسن مدرب جه مصر، واسكت. الفكره مش ان انا عشان خاطر اهلاوي، لا، الفكره هنا ان انت ما تعظمش في حد زياده عن اللزوم، هيتقلب ضدك. يعني انت هتعظمه زياده عن اللزوم، هو ما عملكش حاجه حلو، فتشوف تصريحاته هتلاقيها غريبه، هتلاقي تصريحاته. يعني جه في مره الراجل قال ايه، قال الجون اللي هو الماتش بتاع الاهلي والزمالك اللي هو كان في الامارات، قال لك الجون التاني ما يتحسبش لان احنا كنا بنهاجم، فكان في لاعبين بس ورا، فالجون ده ما يتحسبش. فدي تصريحات مدرب كرة قدم والنادي اكبر تاني نادي، يعني تاني اكبر نادي في مصر، تصريحاته دي بتقول، هو بيقول كده. فدي من ايه؟ دي من التعظيم الزيادة في المدرب، ان انا بكبر فيك وانت لسه ما اديتنيش حاجة. انت يعني يا دوب انت طلعت لي ماشي او اتنين وخليت وجبت لي دوري وكاس. فانا مش شايفها بصراحة كتير قوي اللي هو بيحصل معاه، بس هو مدرب كويس، بس مش للدرجة ان انا اعظم فيه من اول سنة ولا من اول حاجة او من اول بطولتين او من اول 4 بطولات، مفيش مشكلة، بس برضه ما اعظمهوش، ما خليش ان هو شايف نفسه احسن مدرب جيت يعني. لا، ما طبعا لا، مش احسن مدرب جه مصر، انا بعترض طبعا. طيب عندنا ابراهيم نضاي بيتأهل، يعني ابراهيم نضاي كان فيه اصابة وشغال تأهيل اليومين دول في نادي الزمالك. كان هو اصلا الفرقة كلها كانت واخدة اجازة الفترة اللي فاتت، كان هو شغال بيأهل وشغال على نفسه في نادي الزمالك. يعني هو كلاعب، لعيب محترم جدا ابراهيم نضاي، طبعا عارفينه من قبل ما يجي الزمالك، هو لعيب محترم ولعيب كمان كواليتي بتاعته جامده جدا، ولعيب افاده لنادي الزمالك، فان شاء الله يرجع بألف سلامه. واداره نادي الزمالك بقياده الاستاذ امير مرتضى منصور، خلاص هما ناويين ان شاء الله يحلوا مشكلة امام عاشور، يعدلوا العقد بتاعه ان شاء الله. الراجل بتاعه بياخد 3 مليون جنيه يا جماعة، 3 مليون جنيه معلش، جنب منه الارقام اللي هو بيسمعها الناس اللي بتلعب جنب منه، مش في نادي تاني، لا، ده الناس اللي بتلعب جنب منه. ومعلش مش زي امام عاشور، امام عاشور لعيب كبير جدا، لعيب كويس جدا ومستقبل مصر ونادي الزمالك عفوا. لازما لعيب زي ده يتقدر، لازم تقدره في بيته في نادي الزمالك، تجيبه وتعمل له عقد محترم، مع ان انت شايفه ان هو لعيب كويس جدا، ودي اراء كمان مش اراء الزمالك بس، لا، دي اراء جمهور النادي الاهلي كمان، انا واحد منهم، انا شايف امام عاشور من اللعيبه المهمه جدا في مصر وهيفيد مصر كتير جدا، فان شاء الله هيقعدوا معاه وهيظبط العقد ان شاء الله، ويبقى كل حاجه تمام باذن الله، وامام عاشور يلعب كده بنفس راضيه، وان شاء الله ينتج اكتر واكتر. طيب اول مباريات الزمالك بقى هتبقى 1/12، هتبقى مع النادي المصري في الدوري، حلو، وبدايه يعني ان شاء الله تبقى دي بدايه الماتشات بتاعت النادي الزمالك. واحنا طبعا عارفين ان الزمالك اخر ماتشين كان مع النادي الاهلي خساره 2-0 في نهائي كاس السوبر، وتعادل مع انبي في الدوري، دول اخر ماتشين بالنسبه للزمالك. هي فتره التوقف دي اكتر حاجه فادت فيها الفرق نادي الزمالك، يعني اكتر فرقه استفادت من فتره التوقف دي هي نادي الزمالك. ليه؟ لانه بقول زي ما بقول لحضراتكم كده، هم جه في ماتشين، اخر ماتشين كان هزيمه وتعادل، فكان بالنسبه له الكيرف نازل لتحت، فلما اقف تاني واعمل فتره اعداد واشوف اللعيبه ونراجع غلطاتنا ونستنى نشوف اللعيبه اللي هي مثلا مصابه ولا في اصابه ولا في حاجه، نحاول نلم الفرقه تاني ونحاول ندعم الزمالك يا جماعه، ونسيبنا مثلا من اللي هي الحاجات اللي بتحصل على القناه. يعني ممكن نفصل القناه عن الفريق، الفريق كويس. انا عن نفسي كراجل مصري بحب النادي الاهلي، احب النادي الزمالك يبقى كويس. ليه؟ لان لما نادي الزمالك يبقى كويس
هيبقى في منافسه قويه، انا هعرف افرح بفريقي لو كسب الزمالك، والزمالك هيعرف يفرح والجماهير الزمالك هتعرف تفرح بفريقها لو كسب الاهلي، الاهلي قوي والزمالك قوي، فالفرقتين لو لعبوا بعض الجمهورين الكسبانين. فانا بشجع النادي الاهلي ونفسي يبقى الزمالك قوي وكل الانديه بتاعت مصر تبقى قويه، ليه؟ ان احنا هيبان كل دوت هيبان معانا. ف دي كده بالنسبه لنا اخر اخبار نادي الزمالك. عندنا بقى النهارده اخبار عن منتخب مصر والمنتخب الاولمبي، المنتخب الصغير. المنتخب الصغير انا زعلان منه بس هخليها ايه في الاخر. طيب المنتخب الكبير اللي هو منتخب مصر الاول، النهارده بيبتدي اول يوم في المعسكر وانضمام محمد صلاح ومنني وعمر مرموش، اصابه صحيحه يا جماعه، اتصاب مع فريق اخر مباراه في الدوري الالماني. بالنسبه كمان طارق حامد واحمد حجازي انضموا من اتحاد جده، واللعيبه تتوالى بقى من بره النني وكوكا ومصطفى محمد، كل دول ان شاء الله ينضموا في خلال النهارده او بكره. حلو. طيب نيجي بقى نيجي معانا لاخر خبر اللي هو منتخب مصر الناشئين. منتخب مصر الناشئين اول مباراه كسبها كان بيلعب تونس، دي البطوله دي يا جماعه التصفيات بتاعت اللي هي بتاهل كاس امم افريقيا الناشئين. حلو. اول مباراه لعبنا تونس كسبنا 3-1، تاني مباراه ليبيا خسرنا 1-0، وتالت مباراه النهارده كانت مع المغرب وخسرنا برضو 1-0. احنا مش عايزين نقسو على اللعيبه عشان هم لسه صغيرين. اللعيبه انا اتفرجت على الماتشات كانوا في خوف كده وفي رهبه، المباصيه طالعه غلط، الاستلام، الحاجات دي كلها ما عندهمش ثقه في نفسيهم، مش عارف ليه، مين اللي موصلها لهم؟ ممكن يكون المدرب، وممكن يكون النظام اللي هم طالعين بيه وان هم صغيرين. حلو. طيب في حاجه تانية نقطه مهمه جدا، انا راجل اسمه عمر سيد معوض، عمر سيد معوض كان موجود في اول ماتش اللي هو احنا كسبنا 3-1 بتاع تونس، ولا لعب ماتش ليبيا ولا لعب ماتش المغرب. اللعيب عمر ده تابعوه يا جماعه، اتفرجوا عليه، شوفوا كلامي صح ولا لا. اللعيب هيفرق 360 درجه مع المنتخب. انت ليه ما نزلتوش الماتشين؟ الماتشين دول كانوا مهمين، احنا طالعين بنصفي يعني تصفيات امم افريقيا، عايزين نتاهل. فانا المفروض استغل كل الاسلحه بتاعتي. عندي لعيب والله انا مش عارف اقول ايه يا جماعه، بس بجد خلي بالكم على الرياضه في مصر، وبجد خلي بالكم احنا لازم نبقى عندنا فكر تاني مختلف خالص، لازم نشجع مش ما تستناش من اللعيب غلطة عشان خاطر اقعده، او عشان خاطر مثلا اشوف عايز مثلا اصفي حسابات معاه فاقعده. لا، انت لقيت حد تستفاد منه، ومش انت اللي هتستفاد منه، ده مصر اللي هتستفاد منه. يعني انت كمسؤول مش انت اللي هتستفاد، لا انت كده عشان خاطر اغراض شخصية احنا بنوقع مثلا منتخب مصر، عشان خاطر مثلا في حد مثلا متضايق من سيد معوض فيعاقبه في ابنه. لا، احنا عايزين يا جماعة اللي يبقى في المقام الاول مصر، والمقام التاني الروح الرياضيه تسود. انا ما عندي خلافات شخصيه مع حد، ملهاش دعوه، عندي لعيب كويس استخدمه، مش عشان خاطر خلافات شخصيه مع حد اقعد لعيب مثلا، وعشان خاطر خلافات شخصيه يبقى خسر مصر لعيب مهم جدا. حلو. طيب احنا كده النهارده خلصنا حلقتنا. حلو. فانا حابب اشكركم في نهايه الحلقه، وحابب ازيدكم شكري كمان على دعمكم ليا. واللي مش مشترك في القناه يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله كل الجديد، ويا ريت يا جماعه تدعموني، انا لسه ببتدي ان شاء الله، وبدعمكم يا رب، وتعليقاتكم ليا كانت سلبيه او ايجابيه يا رب هي تكون افاده ليا. فانا محتاج منكم الدعم الفتره ديت، متشكر جدا لسعه صدركم. السلام عليكم.